بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف بس على موضوع الداونلود لفيديوهات من اليوتيوب. بداية انا لو عايز اي فيديو، وليكن مثلا الفيديو اللي موجود قدامنا ده How to pour a concrete driveway، هبدأ اجي في صفحة تحميل الفيديو نفسها، وهروح عند العنوان مكتوب youtube.com على watch، وبعد كده بقيت اللينك قبل كلمة يوتيوب، يعني بعد www. هكتب لينك link youtube.com ونفس بقيت العنوان، وهدوس انتر. الاقي في موقع سيف فيديو وموجود زرار داونلود فيديو، هضغط عليه. ابدأ يسألني عن نوع الملف والريزوليوشن اللي انا عايز انزل بيه. لو عايز انزل باعلى حاجه هقول له MP4 1280x720 هاي ديفينيشن، او لو حاجه متوسطه ممكن 480x360 على حسب الريزوليوشن اللي انا عايزه. لما بدوس عليه بيبدا يفتح لي صفحه تانية ويقول لي كليك هير تو ستارت داونلود. لما بضغط عليها بلاقيه بدا ان هو يحمل الفيديو أو تبور كونكريت و.2 من 43.5 ميجا، وهكذا على حسب سرعة النت سايتها.